وأنا ألتقي وإياكم في درس جديد من دروس الرياضيات. درسنا لهذا اليوم سنتناول فيه حلول تمارين من الفصل الأول، وهي تمارين 1-2. نأتي على السؤال الأول. السؤال الأول: إذا كان جي تطبيق من زت مجموعة المجال إلى أن مجموعة المجال المقابل، حيث زت تمثل مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة والسالبة والصفر، وأن تمثل مجموعة الأعداد الطبيعية. قاعدة الاقتران جي لإكس تساوي إكس تربيع زائد 3. المطلوب الأول: اكتب جي بذكر عناصرها على شكل أزواج مرتبة. ثانيا: اكتب المدى. ثالثا: بين نوع التطبيق. نأتي على الحل. كما وضحنا في الدروس السابقة، أولا نجد الأزواج المرتبة اللي تمثل عناصر التطبيق جي. ننزل قاعدة الاقتران جي لإكس يساوي X تربيع زائد 3. هنا عندنا مجموعة عناصر المجال تمثل Z، مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة والسالبة والصفر مجموعة غير منتهية، فرح نأخذ 3 عناصر أو 4 عناصر نعوضها في قاعدة الاقتران. نبدأ مثلا بالعنصر سالب 2 يساوي، هنا عندنا الاكس تربيع، نعوض عن كل اكس في القاعدة بسالب 2، تصبح سالب 2 تربيع زائد 3 ويساوي سالب 2 تربيع، سالب في السالب موجب، 2 في 2 4 زائد 3 ويساوي 7. صورة العنصر سالب 2 في مجموعة المجال صورته 7 في مجموعة المجال المقابل N. نأخذ عنصر آخر في زت اللي هو جي للسالب 1 يساوي، أيضا نعوض مكان كل إكس في العلاقة اللي عندنا سالب 1، أيضا تربيع زائد 3، أيضا سالب 1 تربيع، سالب في السالب موجب، 1 في 1 1 زائد 3 يصبح الناتج 4. صورة العنصر سالب 1 في مجموعة المجال 4 في مجموعة المجال مقابل وفق قاعدة الاقتران اللي أمامك. نأخذ أيضا عنصر الصفر في مجموعة الأعداد الصحيحة، نعوض أيضا في القاعدة عندنا 0 تربيع زائد 3، 0 تربيع 0 زائد 3 وتصبح 3 عدة. صورة العنصر الصفر هو العنصر 3. نأخذ جي للعنصر 1 في مجموعة الأعداد الصحيحة، نعوض أيضا، لاحظوا أعزائي، 1 تربيع زائد 3، 1 تربيع 1 زائد 3 ويساوي 4. صورة العنصر 1 اللي هي 4 طلعت عندنا. نأخذ عنصر أخير كافي، رح تصير 5 عناصر، جي للاثنين 2 تربيع زائد 3 وتساوي 4 زائد 3 ويساوي 7. لاحظ نقدر نستمر، نأخذ العنصر 3، العنصر سالب 3 لأن زت هي مجموعة عناصر غير منتهية. لاحظ نريد نكتب جي بذكر العناصر. أول مطلوب نكتب المطلوب الأول، نجد جي بذكر العناصر عبارة عن مجموعة الأزواج المرتبة لكل عنصر في مجموعة المجال وصورته في مجموعة المجال المقابل. الزوج الأول سالب 2 صورته 7، الزوج المرتب الأول. هذه نقاط تعرف، لأن راح تصبح أيضا هذه المجموعة اللي هي مجموعة الأزواج المرتبة أيضا تصبح مجموعة غير منتهية. نأخذ الزوج الآخر سالب 1 صورته 4، الصفر صورته 3، 1 صورته 4، 2 صورته 7 وهكذا. كل ما نأخذ عنصر
نجد له صورة جديدة. لاحظ هذه هي جي بذكر العناصر على شكل أزواج مرتبة، هذا المطلوب الأول. نجي على المطلوب الثاني، نكتب المدى. المدى هو مجموعة الصور لعناصر المجال في مجموعة المجال المقابل. لاحظ هنا عندنا 7 4 3 4 7، طبعا العنصر بالمجموعة ما يصير نكرره، ناخذ العنصر أيضا. هنا مجموعة غير منتهية، 7 عندك 4 3، ما يصير نكرر 4 و7 وهكذا. أيضا تصبح مجموعة المدى مجموعة غير منتهية، وهذا هو المطلوب الثاني. نجي على المطلوب الثالث، نريد نبين نوع التطبيق. أولا نريد نشوف هل هذا التطبيق تطبيق شامل أو ليس شاملا. لازم حسب ما وضحناه في الدروس السابقة، لازم مجموعة المدى تساوي مجموعة المجال المقابل، يصبح التطبيق شامل. وإذا مجموعة المدى لا تساوي مجموعة المجال المقابل، يصبح التطبيق ليس شاملا. لاحظ مجموعة المجال المقابل N اللي هي تمثل مجموعة الأعداد الطبيعية 0 1 2 3 إلى آخره. هذه المجال المقابل، المجال المقابل N. نجي المدى، لاحظ مجموعة المدى تحتوي على 7 4 3، اكو عناصر ناقصة يعني ما تساوي نفس العناصر اللي موجودة في مجموعة N. فإذا احنا لو عنصر واحد ناقص بين المجموعتين تصبح المجموعة تصبح التطبيق غير شامل. فإذا N هذه اللي هي تمثل 0 1 2 3 إلى آخره، بينما مجموعة المدى لا تساوي هاي المجموعة اللي أمامك اللي هي 7 4 3 إلى آخره. إذن التطبيق شنو؟ التطبيق ليس شاملا. إذن التطبيق ليس شاملا. نجي على التطبيق الآخر، هل التطبيق متباين؟ وضحنا بالدروس السابقة يكون التطبيق متباين لأي عنصرين مختلفين في مجموعة المجال، صورتين مختلفتين في مجموعة المجال المقابل. راح نلاحظ أكو عنصرين مختلفين بالمجال اللي هو، لاحظ هذه، لاحظ هذا العنصر سالب واحد صورته 4، لاحظ العنصر واحد صورته 4. إذن هذا شلون؟ العنصر سالب واحد لا يساوي العنصر واحد، بينما الصور متساوية. إذن التطبيق غير متباين. أو طالب آخر يريد يأخذ الاثنين، الاثنين صورتها 7، العنصر 2، العنصر سالب 2، العنصر 2 لا يساوي العنصر سالب 2، بينما صورهم، لاحظ هاي الصورة 7، هذه الصورة 7. تريد تأخذ السبب الأول، تريد تأخذ السبب الثاني، كل منهم صحيح. فإذا نقول بما أن العنصر سالب واحد لا يساوي العنصر واحد ويؤدي إلى F of سالب واحد يساوي الصور متساوية، إذن التطبيق ليس متباين. لاحظ، أو تأخذ السبب الآخر، سالب 2 لا يساوي الاثنين، جي أوف جي، هنا عندي التطبيق جي أوف 1 لا يساوي، تطبيق اسمه جي مو اف، جي أوف سالب 1 يساوي جي أوف 1. أو تريد تأخذ سالب 2 لا يساوي الاثنين، جي أوف سالب 2 يساوي جي أوف 2. فهذا أصبح التطبيق ليس متباين. إذا كان التطبيق شاملا ومتباينا يصبح التطبيق تقابلا، وإذا لم يحقق أحد الاثنين فيصبح التطبيق ليس تقابل. هنا عندنا التطبيق ليس شامل وليس متباين، إذن التطبيق ليس تقابل. إذن التطبيق ليس تقابلا لأنه غير شامل وغير متباين، وهذا هو جواب السؤال الأول. نأتي على السؤال الثاني، إذا كان F لX 5X زائد 2، هذا تطبيق من
n إلى n مجموعة المجال n إلى مجموعة المجال مقابل حيث n مجموعة الأعداد الطبيعية. التطبيق الآخر g ل x هو x زائد 3 حيث g من n إلى n. المطلوب اكتب f تركيب g بذكر الأزواج المرتبة، ونذكر مدى f تركيب g، ونبين نوع التطبيق للتطبيق الجديد اللي هو f تركيب g. نجي على الحل. لاحظوا أعزائي، احنا عندنا مجموعة المجال n، ايضا مجموعة غير منتهية، فراح عندما ناخذ f تركيب g نعوض بالعناصر 0 1 2 3، فد 3 او 4 عناصر لنجد ايضا صورتهم في مجموعة المجال المقابل. لاحظ راح ناخذ احنا n مثل ما تعرف الاعداد الطبيعية 0 1 2 3، زين، فراح ناخذ f تركيب g للعدد 0. لاحظ الاف التطبيق ينزل، نجد التطبيق g للعنصر 0 ويساوي الاف تنزل. نجي نطلع g للعدد 0، نعوض في قاعدة اقتران g اللي امامك، هذه قاعدة الاقتران، نعوض مكان كل x 0 فيصبح 0 زائد 3، 0 زائد 3 ويساوي f. هنا راح الناتج f للعدد 3، هنا راح نعوض في قاعدة الاقتران اللي هي f، f للعنصر 3 هنا يساوي، نعوض مكان كل x بالعدد 3، يصير 5 في 3 زائد 2 وتصبح 15 زائد 2 أصبح 12. إذن صورة العنصر 0 وفق التطبيق F تركيب G هو العدد 17. نأخذ العدد الآخر F تركيب G للعنصر 1 يساوي الF تنزل، نجد G للعدد 1 نفس الطريقة، الاف تنزل، راح نعوض العنصر 1، لاحظ في قاعدة الاقتران اللي تابعة للتطبيق جي، هذه جي، نعوض مكان كل اكس العدد 1، فيصبح عندي 1 زائد 3 ويساوي اف للعدد 4، لاحظ؟ هسه وين نعوضه؟ نعوضه في قاعدة الاقتران اللي هي للتطبيق اف، هذا الاف. اما كان كل اكس ايش قد نضع؟ 4، هتصبح تساوي 5 في 4 زائد 2، والناتج الصوره للعدد 1 راح تطلع 5 في 4 20 زائد 2 22. فاذا صوره العنصر 1 هو 22 وفق التطبيق F تركيب G. ناخذ العنصر 2 F تركيب G للعنصر 2، كافي ناخذ 3 عناصر يساوي F تنزل، نجد G، نجد صورة العدد 2 وفق للتطبيق G ويساوي F. راح نلاحظ وين نعوض الاثنين؟ في قاعدة الاقتران أو في التطبيق G هذا 2، يصير 2 زائد 3، 2 زائد 3 ويساوي F للعنصر 5. نعوض هذا وين نعوض الخمسة؟ في قاعدة اقتران التطبيق اللي هو F، مكان كل X راح نضع 5، فيصبح الناتج 5 في 5 زائد 2 ويصبح الناتج 27. هذه العناصر الصور، هذه اللي أمامك راح أوضح لك إياها، هذه صورة الصفر طلعت 17، وصورة العنصر 1 طلعت 22، هذه لاحظ، وصورة العنصر 2 طلعت 27. هسه يريد من عندي أكتب الأزواج المرتبة، مجموعة الأزواج المرتبة لهذا التطبيق اللي هو F
تركيب جي اف، وهذا نقدر نستمر عزيز الطالب تاخذ رقم اخر تطلع صورته. فراح ناخذ اف تركيب جي، اول مطلوب هذا المطلوب الاول اللي يريده ذكر الازواج المرتبه، ايضا تصبح مجموعه غير منتهيه. الزوج الاول صفر، الصوره 17، والعنصر واحد صورته 22، والعنصر اثنين صورته 27، وهكذا ايضا مجموعه غير منتهيه. هذه هي اف تركيب جي بذكر الازواج المرتب. نريد نكتب المدى، المدى للتطبيق الجديد اللي هو اف تركيب جي، ايضا تصبح مجموعه غير منتهيه لان مجموعه المجال هي مجموعه غير منتهيه. فنجي 17 طلع لنا و22 والعنصر الاخر 27، وهكذا ايضا تصبح مجموعه غير منتهيه. نجي نبين نوع التطبيق. اولا هل هذا التطبيق شامل؟ لاحظ، لاحظ عناصر المدى ولاحظ عناصر المجال المقابل اللي هي ان، تصبح اكو عناصر ناقصه فيها، ما مساويه العناصر بين المدى وبين مجموعه المجال المقابل. اذا التطبيق هنا راح اكتب لك اياه، اذا التطبيق ليس شاملا لان المدى لا يساوي المجال المقابل، لا يساوي المجال المقابل. زين، نجي هسه على المتباين. شوف، عوضنا عناصر مختلفة في مجموعة المجال، صفر، واحد، اثنين، الصور أيضا مختلفة، صورهم أيضا مختلفة، صورة الصفر 17، صورة الواحد 22 صورة، وهذا فتصبح كلها مختلفة. فهنا التطبيق عندنا متباين. ليش السبب؟ لأي عنصرين مختلفين في مجموعة المجال، صورتين مختلفتين في مجموعة المجال المقابل. فأصبح إذن التطبيق متباينا لأن لأي عنصرين مختلفين في مجموعة المجال صورتين مختلفتين في مجموعة المجال المقابل. وبالتالي هنا عندنا التطبيق متباين بس التطبيق ليس شاملا، فإذا يصبح التطبيق ليس تقابلا لأنه ليس شامل. إذا التطبيق غير تقابل لأنه ليس شامل. وهذا هو حل السؤال الثاني. نأتي على السؤال الثالث. الثالث أيضا عندنا F تطبيق من Q إلى Q مجموعة الأعداد النسبية، قاعدة الاقتران للتطبيق F of X 6X ناقص 1. G تطبيق آخر أيضا من Q إلى Q المجال والمجال المقابل، قاعدة اقتران الجي لإكس هي نصف إكس تربيع زائد 1. المطلوب يريد جد قيمة إكس إذا علمت أن F تركيب جي لإكس يساوي 17. هنا في الحل أولا نجد F تركيب جي لإكس وبعدين نعوض المكان 17 وتصبح معادلة ونجد قيمة إكس. لاحظ هنا شلون اطلع اف، هنا الحل السؤال الثالث اف تركيب جي لاكس، لاحظ هنا يساوي قاعده الاقتران اول وحده الاف تنزل جي لاكس نحصرها بين قوسين، لاحظ يساوي هسه الاف تنزل راح نضع مكان جي اكس هي قاعده الاقتران المعطاه بالسؤال. شنو جي لاكس؟ شو تمثل؟ تمثل نصف اكس تربيع زائد 1، نضعها داخل الاقواس، لاحظ نصف اكس تربيع، نصف اكس تربيع
زائد واحد. لاحظ، وضعت مكان جي لي اكس هي قاعدة اقترانها. زين، بعد ما تكمل راح تضع قاعدة اقتران الاف نفسها، بس نرفع الاكس الموجودة بقاعدة اقتران الاف، نضع مكانها نصف اكس تربيع زائد واحد، كأنما تنزل الاف اف اكس كما هي. لاحظ، راح اوضح لك اياها، كأنما تنزل 6 اكس ناقص واحد، هاي قاعدة اقتران الاف، لكن راح نرفع الاكس اللي هنا، نضع مكانها نصف اكس تربيع زائد واحد. لاحظ، راح ارفع الاكس هنا، راح ارفعه الاكس اضع مكانه. لاحظ هنا اخلي مكان الاكس نصف اكس تربيع زائد واحد، وهنا عندنا ناقص واحد. لاحظ، هذه قاعدة اقتران الاف، 6 اكس ناقص واحد، وشلنا اكس وضعنا مكانها نصف اكس تربيع زائد واحد. اذا راح يصبح عندنا اف مبسطه، اف تركيب جي لاكس، بس نوزع يصير 3، نصف تختصر ويا الستة تصير 3 اكس تربيع. لاحظ، الستة مضروبة بالقوس، زائد 6 ناقص واحد، هاي الستة ما مضروبة، دير بالك بالواحد، ويساوي 3 اكس تربيع زائد 5. هذه قاعدة اقتران اللي هي التطبيق الجديد اف تركيب جي. هذه هي قاعدة اقتران التطبيق اف تركيب جي لي اكس. بالسؤال معطيني هذا اف تركيب جي لي اكس قيمته 17، ويريد قيمة اكس المجهولة، فراح ايش اقدر اقول؟ هذا المكان 17 يساوي 3 اكس تربيع زائد 5. هاي معادلة من الدرجة الثانية في متغير واحد، بعد انت حر ماخذيها دارسيها بالثاني متوسط، فراح تصبح ننزل 3 اكس تربيع مكانها 17 تبقى، انقل الخمسة صير ناقص 5، صير 3 اكس تربيع تساوي 12، اكس تربيع تساوي 4. هذا حر، اما تجذر او تنقل الاربعة وتحللها فرق بين مربعين لايجاد قيمة اكس. هنا اذا اكس تساوي زائد ناقص جذر 4 تربيعي، اذا اكس تساوي زائد ناقص 2، وهذه هي قيمة اكس المطلوبة في السؤال الثالث. هنا الان اعزائي الطلبة مع السؤال الرابع. لاحظ ايضا، اذا كانت اف تطبيق من زد الى زد، هاي عرفتها مجموعة الاعداد الصحيحة موجبة والسالبة والصفر، مجال اف ومجال المقابل، قاعدة اقترانه اف اوف اكس يساوي اكس تكعيب. التطبيق الاخر هو جي من زد الى زد، قاعدة اقترانه جي لاكس تساوي 7، وهذه هي العلاقة، دالة هذه دالة ثابتة 7 ما بها اكس. اف تركيب جي يريد للسالب واحد، نريد نطلع اف تركيب جي للسالب واحد احد هذه القيم، وجي تركيب اف للسالب واحد ايضا نشوف احدى هذه القيم. راح نجي نطلع الحل. لاحظ، اف تركيب جي للعدد سالب واحد يساوي مثل ما وضحت لك اياه، الاف ينزل نجد جي للسالب واحد ويساوي، الاف ينزل، راح نعوض بقاعدة الاقتران جي عن كل اكس سالب واحد. لاحظ هذه الدالة، من نخلي جي للسالب واحد تبقى 7 دالة ثابتة، ماكو اكس نعوض به حتى تتغير النتيجة، تبقى نفسها هذه جي للسالب واحد 7 لأي رقم كان، جي لأي رقم كان تبقى 7. فهسه جي للسالب واحد راح نخلي مكانها 7 فقط. لاحظ، هسه اف للسبعة، وين نعوض هاي اف للسبعة؟ بقاعدة اقتران الاف عن كل اكس 7، 7 تكعيب، يعني 7 تكعيب ويساوي 343. نضرب السبعة 3 مرات بنفسها، 7 في 7 49، في 7 343. اي من القيم الآتية الإجابة؟ هذه هي الإجابة الصحيحة. لاحظ، مطيني 4 قيم للإجابة، الإجابة الصحيحة هذه 343 بالنسبة للتطبيق الأول اف تركيب جي للسالب واحد. هسه راح اطلع
يريد من عندي جي تركيب اف للسالب واحد، هنا جي تركيب اف للسالب واحد يساوي، ايضا ننزل الجي نطلع اف للسالب واحد يساوي جي تنزل. وين راح نعوض عن سالب واحد؟ بقاعدة الاقتران او بالعلاقة اف. لاحظ اما كان كل اكس نضع شنو؟ سالب واحد، اف للسالب واحد. فاش تصبح النتيجة؟ سالب واحد تكعيب، سالب واحد تكعيب ويساوي جي. تعرف الواحد قد ما يكون أسه هو سالب واحد، والسالب الأس فردي يبقى سالب، فيبقى جي للسالب واحد. لاحظ هسا أيضا نرجع نعوض بقاعدة اقتران اللي هي جي، جي للسالب واحد. وين نعوضها؟ هذه هي قاعدة اقتران الجي، لاحظها. جي للسالب واحد ايش قد يطلع قيمته؟ هو نفسه قلنا هذه دالة ثابتة هاي العلاقة، وتصبح هنا جي للسالب واحد تصبح جي للسالب واحد يساوي 7. أي من الأجوبة الآتية هنا المطينة إياها إجابة صحيحة؟ هذه الإجابة، آخر رقم. ممكن من هذا السؤال نستنتج فد ملاحظة أعزائي الطلبة، لاحظ أنه هنا F تركيب جي للسالب واحد لا تساوي جي تركيب F لنفس العدد، لاحظ